الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامج هنا العاصمه، وهنبدا باهم اخبارنا محليا وعالميا اللي نالت اهتمام حضراتكم النهارده. وقبل ما نبدا اخبارنا، بدعو حضراتكم لمتابعه حواراتنا النهارده. اول حوار على المستوى السياسي الهام، الزياره التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الاسبوع الماضي لروسيا لرئاسه اول قمه روسيه افريقيه، عقدت في سوتشي الروسيه بحضور ما يقرب من 40 رئيس دوله. القمه الروسيه الافريقيه دي كانت قمه مهمه جدا، لانها جمعت ما بين الدول الافريقيه كافه وروسيا، وبكده هناك الكثير من الاتفاقيات والكثير من الفعاليات التي تمت في هذه القمه اللي بتجمع الدول الافريقيه مع روسيا، وبتفتح باب التجاره والاستثمار والصناعه والشراكه في مجالات كثيره هامه ما بين الدول الافريقيه وما بين روسيا. هذه القمة أيضا بتكتسب أهميتها من أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يرأسان هذه القمة، وشهدت الكثير أيضا من المحادثات الثنائية التي كانت على مستوى هام جدا. الجهود المشتركة لاستئناف الرحلات الجوية الروسية كانت واحدة أيضا من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية ما بين مصر وروسيا، والمشاورات الفنية ما بين الجانبين في هذا الإطار، ومشروع محطة الضبعة النووية، والتعاون في مجال تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية، وآلية التعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب على مستوى الأجهزة المعنية. من أيضا الأمور الهامة جدا اللي حصلت في هذا اللقاء مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان لقاء ما بين الرئيس السيسي وما بين أبيي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا. كان اللقاء مهم لأنه جاء بعد تصريحات نسبت لأبيي أحمد، أصدرت فورا على أثر هذه التصريحات وزارة الخارجية المصرية بيانا أعربت فيه عن بالغ أسفها وعن صدمتها من تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا. اللي حصل في اللقاء ما بين الرئيس السيسي وما بين رئيس وزراء إثيوبيا انه تم الاتفاق على استئناف اعمال لجنة سد النهضة الفنية على نحو اكثر انفتاحا وايجابية، بهدف الوصول لتصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وتجاوز اي تداعيات سلبية. وكان في ايضا تعقيب من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي على التصريحات التي نسبت اليه، وذكر في التعقيب انه التصريحات دي تم اجتزائها وانها لم تكن أبدا كما جاءت وكما صرح وقيل أنها على لسان رئيس وزراء إثيوبيا، وأكد على العلاقات ما بين البلدين. دي واحدة برضو من الأمور الهامة اللي هنتحدث عنها، لأنها كانت يعني تجذب الانتباه على مستوى الإعلام المصري وأيضا الإعلام الدولي نظرا لأهمية هذا الملف اللي أيضا تدخلت فيه وساطة تم التطرق إليها في هذه القمة وهي وساطة روسية. التقى الرئيس السيسي أيضا على المستوى بقى الاقتصادي، دي كانت الأحداث السياسية الهامة في هذه القمة. أما على المستوى الاقتصادي فكان في لقاءات طبعا هامة مع رؤساء المنظمات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية المعتمدة لدى الاتحاد الإفريقي، وأيضا كان في مباحثات بشأن تعزيز الروابط الاقتصادية بين دول القارة كافة، بما يجعلها واحدة من الركائز الرئيسية لتعزيز العمل الإفريقي المشترك بشكل عام بعد هذه المحادثات التي تمت ما بين الرئيس السيسي ورؤساء المنظمات الاقتصادية. هنتكلم عن كل ما تم، هنتكلم عن المؤتمر الصحفي، هنتكلم عن التصريحات التي جاءت في المؤتمر الصحفي اللي عقد في ختام هذه القمة ما بين الرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأيضا التنسيق لمتابعة تنفيذ نتائج وتوصيات هذه القمة. ودي النقطة الأهم بشكل عام على مستوى كل القمم وكل الاجتماعات التي تحدث في العالم، تنفيذها وتطبيقها وترجمتها على أرض الواقع بما يحقق آمال وطموحات الشعوب، هي النقطة اللي هنبدأ بها حوارنا النهاردة. إزاي ما تم التوصل إليه في أكتر من ملف من الملفات اللي ذكرتها لحضراتكم دلوقتي سياسيا واقتصاديا، هيتم فعلا تنفيذها وهيتم فعلا العمل بها على الأرض حتى يتم تحقيق طموحات الشعوب الإفريقية وأيضا الشعب الروسي.
ده أول حوار معانا، وهنتحدث فيه طبعا باستفاضة عن ما تم في هذه القمة وعن أهمية قمة سوتشي والملفات أيضا الخاصة بالتحديات اللي بتقابل المنطقة، لا سيما الشمال السوري وما يحدث فيه. وده عنوان حوارنا الثاني. الحوار الثاني أردوغان والجرائم الكثيرة اللي بيرتكبها في حق شعبه وفي حق الشعوب الأخرى، التجاوزات اللي بينتهك بيها حقوق البشرية والإنسانية في حياة كريمة، بينتهك بيها المواثيق والقوانين الدولية. أردوغان يرعى الإرهاب في المنطقة، نظام أردوغان يرتكب انتهاكات صارخة في حق الشعب التركي، ويهاجم مصر لصرف النظر ولفت الانتباه عن تدهور وضع نظامه والخسائر المتتالية اللي بيعانيها سواء على المستوى الحزبي او على الساحة الداخلية التركية اقتصاديا واجتماعيا والساحة الدولية. بمعنى ان اردوغان عنده مشاكل كتير في الداخل التركي، في مجتمعه التركي، عنده خسائر على المستوى السياسي، خسر بعد انتخابات بلدية اسطنبول، خسر من رصيده مع المجتمع التركي حينما صمم انه يعيد نتيجة الانتخابات مرة تانية لانها ما كانتش لصالح حزبه. فلما تعادت الخصم نجح وبأريحية شديدة والفرق كان كبير، وهنا طبعا كان حظ اردوغان صعب جدا امام المجتمع التركي لانه شكك في نزاهة اللجنة الانتخابية وشكك في نتائج الانتخابات. ولما اعيدت بنجاح قوي لخصمه، فدي كانت واحدة من الخسارة السياسية القوية اللي مني بها اردوغان. هناك ايضا مشاكل على المستوى الاقتصادي. على المستوى الاقتصادي اقال محافظ البنك المركزي، وهي طبعا واحدة من الامور اللي يعني لاقت انتقادات كبيرة جدا وواسعة على المستوى الاقتصادي الدولي، لأنه دي منطقة خاصة بالاقتصاديين. ومن المفترض أن ما حدث من أردوغان كان غريبا، أنه يقول أنه هيقيل محافظ البنك المركزي لأسباب اقتصادية وعلشان يدعم الاقتصاد، والحقيقة أنه الليرة تراجعت وحصل التدهور اللي بيعانيه الاقتصاد التركي، وأزمة يعني أسبابها كثيرة هنناقشها في حوار خاص اليوم عن جرائم اردوغان. هنبدأ مع حضراتكم اول اخبارنا. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية وعدد من المسؤولين. الاجتماع تناول تطورات المؤشرات الاقتصادية، ووضحت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط وضحت تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2018-2019 وصل ل 5.6%، وهو أفضل معدل نمو اقتصادي بيتحقق من 11 سنة، وده بالرغم من تباطؤ معدل النمو الاقتصادي العالمي اللي بلغ 3.8% سنة 2018. من المتوقع انه يوصل ل 3% في العام الحالي. وخلال الاجتماع وجه الرئيس بمواصلة بذل اقصى الجهد للبناء على ما تحقق من تطورات ايجابية في المؤشرات الاقتصادية، وشدد على اولوية الاستثمارات اللي بتوفر فرص عمل جديدة للمواطنين خاصة الشباب. الاجتماع تناول عرض استراتيجية عمل صندوق مصر السيادي، ووضح الأستاذ أيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري أن الصندوق بيهدف لإقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وده لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد. وجه الرئيس بتفعيل دور الصندوق السيادي المصري من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ومن خلال توفير فرص استثمارية في أصول وفي قطاعات جديدة ومستحدثة لتكون هي عنصر الجذب للاقتصاد المصري، مع تذليل العقوبات اللي بتعوق الاستثمار، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة طبعا تعود وتنعكس على الاقتصاد المصري وعلى توفير فرص العمل الجديدة للشباب وتحسين مستوى معيشة المواطن. الاجتماع كان متطرق لملفات أخرى زي الجهود الحالية لتطوير المنظومة الضريبية. وجه الرئيس بمواصلة تحديث الإجراءات الضريبية والتوسع في استخدام الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة لتحسين مناخ ممارسة الأعمال وضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل وبشكل دقيق لصالح الاقتصاد القومي. طبعا ده بيحقق مصالح المواطن وبيزيد من قدرة الدولة على توفير وتحسين الخدمات العامة اللي مقدمة ليه بشكل يعني يرتقي بالمستوى العام. الخبر الثاني هو خاص بإعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 555 لعام 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر
اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر الحالي. نشر القرار في الجريدة الرسمية وفقا للدستور وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وتم اتخاذ القرار وفقا للدستور وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء. وجاء في المادة الثانية: تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويل الإرهاب وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. أما المادة الرابعة فقد نصت على أنه يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لعام 1958 المشار إليه حظر التجوال. كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرارا بحظر التجوال شمال سيناء في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية، وحتى العوج غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح وجنوبا من جبل الحلال على خط الحدود الدولية. وتضمن القرار أن تكون توقيتات حظر التجوال من 7 مساء وحتى 6 من صباح اليوم التالي، ما عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول للعريش من الغرب، ليكون من 1 صباحا وحتى 5 من صباح نفس اليوم. يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 من صباح يوم الأحد 27 أكتوبر الحالي وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ بموجب قرار رئيس الجمهورية. ده كان نص القرار الذي أصدره الرئيس السيسي رقم 555 لعام 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر. انطلقت النهاردة الجولات الدولية التعريفية لمنتدى شباب العالم. نظمت إدارة المنتدى ندوات في دول كتيرة مختلفة بتشارك دايما معانا في هذا المنتدى. بتبدأ أولى الجولات في أكاديمية داخل ألمانيا. الأكاديمية بتعرض للحاضرين رحلة المنتدى من أول ما تم إنشاءه وأهم المشروعات اللي أطلقها من المنصات الخاصة بمنتدى شباب العالم. هيتم تعريف الشباب من مختلف الجنسيات، إزاي ممكن إن هم يشتركوا؟ إيه هي طريقة التسجيل للمشاركة في فعاليات النسخة رقم 3 من منتدى شباب العالم اللي بيعقد في الفترة من 14 ل 17 ديسمبر القادم في شرم الشيخ. الجولات هدفها إنها تطور وتنمي مجتمع منتدى شباب العالم، وده بيتم من خلال التعريف بالمنتدى والندوات والجلسات اللي بتحصل وازاي الناس بتشترك وازاي الناس بتجتمع مع ايضا المسؤولين ومع المتخصصين في مجالات كثيرة ومع اصحاب الخبرة وبيتكلموا، ومن هنا بيكون ده عامل الجذب الاول للمشاركة وللتفاعل مع هذا المنتدى. وبيكون الجميع اعضاء فاعلين في كل الانشطة اللي موجودة داخل المنتدى واللي بتعقد داخل وخارج مصر. الجولة الدولية للتعريف بمنتدى شباب العالم تأتي برعاية إحدى الشركات العالمية اللي أعلنت عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك عن دعمها لرسالة المنتدى الخاصة بتمكين الشباب وإعطاء الأمل والحافز لشباب العالم. دي صور طبعا معانا من منتدى شباب العالم اللي كان بيعقد في نسخات سابقة. الصور دي النسخ السابقة للمنتدى كانت مليئة بالذكريات للجميع، الجميع اللي هم ممكن يكونوا من الأعضاء الحاضرين حاليا، زي الصور اللي معانا دلوقتي دي من ألمانيا من الجولات اللي عقدت فعلا في ألمانيا علشان يتم التعريف بما حدث في نسخات سابقة من منتدى شباب العالم، وإزاي المنتدى ده بيدي فرصة للجميع ومساحة للحديث في تحديات كثيرة خاصة ببلدانهم بأوطانهم بمشاكل مجتمعاتهم، ودائرة النقاش بتتسع. الصور اللي معانا دي صور من الجولات التي عقدت فعلا للتعريف بمنتدى شباب العالم واللي كانت في أكاديمية برانت ميديا في ألمانيا. اتكلمت كمان عن رحلة المنتدى، كل الفصول اللي مر بيها المنتدى لحد ما ظهر للنور ولحد ما أصبح ليه توصيات ونتائج فعالة وبيعمل بها وبيتم فعلا تطبيقها على الأرض.
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على وصول معدل البطالة في مصر لأدنى مستوى من 30 سنة، بلغ 7% خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة ب 9.9% خلال 2018، و 8.8% خلال 1991، و 8% خلال سنة 1990. العوامل الرئيسية اللي كانت موجودة فعلا في الانفوجراف اتكلمت عن انخفاض معدل البطالة، عن خلق فرص عمل، تمثلت في انه الدولة عملت مشروعات وصلت 9039 مشروع خلال الفترة من يوليو 2014 لحد ديسمبر 2018. التكلفة للمشروعات دي كانت 2 تريليون جنيه ومليار، وده كان بجانب إجمالي قيمة محفظة القروض والتسهيلات للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اللي بلغت 144 مليار جنيه و200 مليون خلال الفترة من ديسمبر 2015 لحد يونيو 2019، استفاد منها تقريبا 565 ألف عميل. الانفوجراف رصد كمان مؤشرات اقتصادية كتيرة، أهم المؤشرات الاقتصادية دي بتقول أنه في سنة 2019 معدل النمو وصل ل 5.6%. المعدل ده معناه إيه؟ أنه معدل للنمو في مجالات اقتصادية كتيرة حصلت في البلد هي الأفضل من 11 سنة. النسبة دي لم يتم الوصول ليها زي ما الانفوجراف بيقول من 11 سنة. أما معدل تضخم الحضر وصل في سبتمبر من نفس السنة ل 4.8%، وصل عدد السكان ل 99 مليون و 500 ألف نسمة لحد النهاردة. أما في 2018 سجل معدل النمو 5.3%، وسجل معدل تضخم الحضر 14.4%، ووصل عدد السكان ل 97 مليون نسمة و 100 ألف. انفوجراف طبعا اتكلم عن حاجات كتير زي حجم الاستثمارات العامة، حجم الاستثمارات الخاصة، والارتفاع اللي شهدته، وأهمية الاستثمار في الفترة دي. معانا للحديث اكتر ويقرا الانفوجراف بصورة اقتصادية اكثر دقة الاستاذ عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي. دكتور عبد المنعم اهلا بحضرتك وبرحب بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. دكتور عبد المنعم، يعني انا قلت عناوين سريعه في الانفوجراف خاصه بمعدل البطاله، فرص العمل، المشروعات، الاستثمارات عامه وخاصه، ممكن توضح لنا بشكل ابسط ماذا يعني ما جاء من نتائج ومقارنات في الانفوجراف اللي عرضناه دلوقتي وقرينا العناوين فيه سريعا؟ تمام. هو الانفوجراف بيوضح ان حجم البطاله في مصر انخفض بشكل كبير. أيوة. النهارده احنا بنتكلم في الربع الثاني من عام 2019 اللي بينتهي في يونيو 2019، احنا كنا معدل البطاله في حدود 7.5% تقريبا. نفس الفتره دي اللي هي من ابريل 2019 ليونيو 2019، لو قارناها بنفس المده من في عام 2018 كنا في حدود 9.9%، اي ان معدل البطاله او زياده معدلات التشغيل زادت بحوالي 2.2%. يعني ببساطه ان الدوله المصريه استطاعت توفير فرص عمل لاكثر من 2 مليون مواطن. احنا ليه بنقول 2 مليون؟ لانه بيخش سوق العمل سنويا حوالي 700 ل 800 ألف مواطن في سن العمل. ده جزء. الجزء الثاني هو يمكن انفجار الميزه اللي فيه انه قارن ما بين هذه الفتره وما بين ما تم منذ حوالي في التسعينات، سنه 90 وسنه 91، وبين ان كنا في سنه 90 حجم معدل البطاله في ذات الفتره كان في حدود 8.8%، لكن عشان نكون اكثر دقه احنا كنا في عام 90 معدل النمو السكاني كان في مصر في حدود 53 مليون. النهارده احنا بنتكلم في المجتمع المصري عددنا تجاوز ال 100 مليون تقريبا. فاذا المقارنه انه ما يدخل سوق العمل هو اكثر بكثير ما كان يدخل في سوق العمل في عام اللي هو الافراد والاشخاص في عام في 90 وسنه 91 اللي كان في حدود 220 الف مواطن سنويا. تمام. ده معناها ان الدوله استطاعت من خلال مجموعه من المشروعات، يمكن برضه الانفجار وضح ان الاسباب اللي ادت الى انخفاض معدلات البطاله بهذا الشكل انه زياده حجم الاستثمارات
مصر استوعبت استثمار 7.8 مليار دولار استثمارات خارجية، أيضا زيادة حجم الاستثمارات الحكومية اللي بتدفعها أو تتحملها الموازنة العامة المصرية، واللي وصل في عام 2019 حوالي 140 مليار جنيه. ده بالإضافة إلى أنه المحفظة الائتمانية اللي قدمتها الدولة المصرية أو مبادرة البنك المركزي اللي كان عليها عبد الفتاح السيسي اللي هي في حدود 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ديت استطاعت هذه المحفظة أنها تنفق أو تمول بمقدار 144 مليار جنيه على أكثر من 560 ألف عميل أو 560 ألف شاب دخلوا سوق العمل وفتحوا مشروعات داخل الدولة المصرية. فإذا احنا بنتكلم في زيادة محفظة ائتمانية، يعني في تمويل ودعم قدمته الدولة، مشروعات حكومية قامت بها الدولة سواء المشروعات اللي هي البنية التحتية اللي احنا بنسميها في الاقتصاديين اللي هي قاطعه التنميه، يعني بالبلدي كده السفنجه اللي بتمتص البطاله واعداد البطاله الموجوده، يعني مشروعات البنيه التحتيه، مشروعات الاسكان، مشروعات اللي بتحتاج ايدي عامله كتيره وبالتالي بتفتح ابواب كتيره للشغل. بالظبط صحيح. فكل ده ادى الى انه معدلات البطاله انخفضت بشكل كبير، واصبحت النهارده الدوله المصريه بنتكلم في 7.5% على مستوى النصف الثاني، وعلى المستوى السنوي او على السنه كلها احنا بنتكلم في حدود 9.5% تقريبا، وده نسبه قليله لو قارناه. يمكن برضه في الانفجارات نبين كثير من الدول المحيطه بنا، لو قارنا بدوله زي ايران هنجد، انا بتكلم طبعا على الدول اللي معدل النمو السكاني فيها زينا او عدد السكان مقارب لينا تقريبا، ايران بنتكلم في حوالي 12%. وحتى لو قارنا بدول اقل منا في عدد الكثافه السكانيه واللي المفروض يبقى نسب البطاله فيها منخفضه اكثر من ذلك زي الجزائر، هنجد ان الجزائر اعلى مننا في حدود 12.5%، الاردن اقل مننا بكثير في تعداد السكان الا ان معدلات البطاله فيها في حدود 15%. فده بيدي انطباع انه او تاكيد على ان الدوله المصريه استطاعت من خلال الاصلاح الاقتصادي، خلال المشروعات اللي تم فتحها من خلال تشجيع القطاع الخاص، من خلال مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة، من خلال المشروعات قامت بها الدولة المصرية وتم تسويها عددها في الانفجار اللي تمت من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018 وكان في حدود أكثر من 9000 مشروع. كل ده أدى إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي اللي هو في حدود عام 2019 الحمد لله حققنا 5.7% كمعدل نمو اقتصادي حقيقي تحقق داخل الدولة. شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم السيد، شكرا يا فندم على التوضيح وعلى القراية في الانفجراف اللي عرضناه دلوقتي اللي بيتكلم على تطورات حدثت على الساحة الاقتصادية في مصر وهو خاص بالمركز الإعلامي لمجلس الوزراء. شكرا يا فندم. تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة، المبادرة دي كشفت عن الكثير من التحديات والأمراض اللي هجمت الناس وقدرت انها نتيجة الكشف المبكر تحميهم وتقيهم وتقدم العلاج والأدوية. النهاردة احنا بنتكلم في تقريرنا عن الكشف المبكر عن ضعاف السمع، اجراءات الكشف بعدد من المحافظات تمت فعلا، خاصة على الاطفال، خاصة على طلاب المدارس، وبيتم توزيع سماعات طبية مجانا على من يثبت فعلا انه مصاب بضعف السمع. كاميرا هنا العاصمة رصدت عملية الكشف بالمبادرة في الأليوبية. خلينا نشوف التفاصيل مع الأهالي ومع الأطفال، ربنا يشفي كل مريض. نتابع التقرير التالي. المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعاف السمع بين المواليد الجدد، والتي انطلقت في الأول من سبتمبر الماضي، حيث تغطي نحو 2.6 مليون طفل سنويا، وذلك من خلال فحص السمع روتينيا وإجباريا لحديث الولادة. المبادرة تلزم أولياء الأمور بالكشف عن أبنائهم من حديث الولادة خلال 28 يوما من ميلادهم بإجراء مقياس السمع، فضلا عن تحديد الحالات التي تحتاج لزراعة القوقعة
وكذا التوعية بكيفية التعامل مع هذا الجهاز للحالات التي تمت الذراعة لها ومتابعتها. تشخيص كافة الحالات يتم خلال 3 أشهر من الولادة، كما أن تحديد خطوات العلاج يتم بعد مرور 6 أشهر من ولادة الطفل. ووفقا لدراسات عديدة، فإنه يوجد طفل أو 2 من بين كل 1000 طفل يكون مصابا بفقدان السمع الدائم في إحدى أو كلتا الأذنين. وقبل انطلاق المبادرة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يكن يتم اكتشاف تلك الإصابات في مصر إلا بعد مرور سنوات وبعد نمو الطفل المصاب، مما كان يكلف الدولة ملايين الجنيهات للإنفاق على هؤلاء الأطفال. فقد كانت عملية زراعة القوقعة الواحدة تتكلف حوالي 200,000 جنيه تتحملها هيئة التأمين الصحي. لتأتي تلك المبادرة وتفتح أبوابا من الأمل في الشفاء لهؤلاء الأطفال. طارق أحمد، هنا العاصمة. ربنا يشفي كل طفل ويشفي كل مريض ويديم الصحة والعافية على الجميع. المبادرة دي وفرت مجهود كبير ووفرت القلق والخوف والتوتر اللي ممكن ان هو ينتاب اي ام واي اب لو عرف ان طفل في العمر الصغير ده بيعاني من اي مشكلة كانت، لانه اكيد بيشيل هم التكاليف والعلاج والدكتور اللي هيروح له مين ومين احسن حد ممكن الطفل يعني ان شاء الله علاجه يتم معاه على خير. فبالتالي الطريق السليم موجود من خلال المبادرة دي. الكشف المبكر مطلوب في كل ما تقدمه هذه المبادرة، سواء للأطفال أو سواء للكبار، لكل المواطنين. الكشف المبكر في مبادرة 100 مليون صحة فرصة كويسة قوي علشان نطمن كلنا على صحتنا، وعلشان في نفس الوقت كمان لو في حاجة واكتشفت بدري زي ما الدكاترة دايما بتقول بتبقى مساحة العلاج أسهل بكتير جدا، والطريق بيبقى أبسط وأوفر وأسرع من أنه الكشف يكون متأخر. في كل الأحوال استثمار الفرصة دي وتوظيفها لصالحنا ولصالح البيت والأسرة حاجة كويسة جدا، ياريت كلنا نقبل عليها على وجه السرعة. طبعا صور الأطفال مؤثرة جدا، إن شاء الله ربنا يتمم علاجهم وشفاهم على خير. نروح بقى للتقلبات الجوية. طبعا لا حديث يعلو عن حديث التقلبات الجوية ومشاكلها والوقت الصعب اللي عدى علينا في مصر اليومين اللي فاتوا. طبعا كانت في يعني أجواء غريبة وجديدة علينا، كانت موجودة يمكن في سنوات سابقة، إلا أنها السنة دي برضو يعني الصور اللي بنشوفها، مقاطع الفيديو اللي بترصد كل حاجة في كل مكان لأي تغير جوي مستحدث أو مختلف ما شفناهوش قبل كده، أمطار غزيرة كانت يعني بالنسبة لنا غريبة في بعضها. وطبعا في صور كانت وقائع حصلت قبل كده. خبراء هيئة الأرصاد معانا أول بأول، بيقولوا لنا إيه اللي بيحصل وإزاي ممكن الناس تاخد حذرها. بيقولوا إنه بكرة إن شاء الله هيبقى في تحسن في الأحوال الجوية خلاص، والأمور يعني هتكون أكثر اتزانا من الناحية الجوية، بمعنى إنه فرص سقوط الأمطار في السواحل الشمالية قليلة وفي سيناء، وبتزداد فترات سطوع الشمس الحمد لله على باقي الأنحاء، ليسود الطقس معتدلا شمال البلاد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وهتقل الرؤية في الشبورة المائية. ربنا يستر على الطرق كلها، طريقنا جميعا، لأنه طبعا المية اللي في الطريق يريد برضو الكل ياخد حذره منها. كان في طبعا مجهودات كتيرة لاستيعاب ما حدث في مناطق كتيرة قوي طلتها المية بكثافة وبغزارة. معنا دلوقتي دكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، على التليفون. اهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك يا استاذه، مساء الخير عليك وعلى كل سنه. مساء الخير يا فندم. يعني الارصاد بتقول ان بكره الدنيا هترجع طبيعي تاني، ده اللي فهمناه من التوقعات، ممكن ناخد فكره اكبر من حضرتك؟ طبعا الحمد لله الامور عدت على خير الحمد لله، وكانت اقل الخسائر تعتبر، لان كل المجهودات وكل رجال الدوله وكل المواطنين بصراحه كان عندهم ثقافة عالية جدا ومتابعين البيانات والإنذارات الجوية، سواء اللي بتصدر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية أو اللي صدرت من مجلس الوزراء. فالمتابعة والاهتمام كان بالغ أشده من كافة المواطنين، صغير وكبير، كان بيتكلم على حالات الطقس وعلى النصائح
اللي كان بنقدمها في هيئه الارصاد وفي وزاره وطبعا وفي الوزراء عشان نتفادى أسوأ الحالات اللي ممكن تحصل ونتفادى الحوادث اللي طبعا ممكن تحصل معانا. للاسف الحمد لله خالص التعازي لاي ضحيه راحت يعني في وقت الامطار الغزيره طبعا للامطار الغزيره والحمد لله ان عدت على كده بس الامور ما زادتش سوء اكتر من كده. المنخفض الجوي كان متعمق فعلا وكان قوي وكان فروق درجات الحراره بين سطح الارض وبين طبقات الجو العليا تجاوز 45 درجه مئويه فده اللي خلى الطقس شديد السوء يقول حالته يعني احنا بقالنا شهر تغيرات مناخيه يعني قويه ومختلفه كنتوا بتحذروا بانه الخطوره قد تكون اقوى مما حدث ثاني يوم انا فاكره وكنت حضرتك والهيئه يعني المسؤولين الساده المسؤولين فيها كانوا معانا على التليفون. طيب هو الايام اللي جايه دي يا دكتور متوقع ان احنا نشوف حاجه شبه اللي فاتت خصوصا انه كان في مشاهد اللي نسبت لاسكندريه او للساحل الشمالي على سبيل المثال في التغير المناخي الكبير اللي حصل ممكن نلاقي حاجه زي دي الفتره اللي جايه ثاني ولا هي كانت مرة؟ لا هو احنا خلينا في الاستقرار الحمد لله. اه يعني متوقع ان شاء الله ان يبقى في استقرار. متوقع طبعا استقرار ان شاء الله بداية من بكرة ولمدة 3 أو 4 أيام على الأقل. على الأقل الخرائط اللي قدامنا بتشير إلى 4 أيام طقس يوم معتدل وهتقل كميات السحب شوية الأيام اللي جاية والأمطار تبقى يعني معتدلة. الأمطار خلال ال 48 ساعة القادمة هتكون في أمطار متوسطة وخفيفة سواء على السواحل الشماليه او على مناطق من الدلتا وسينا ولكنها خفيفه وغير مؤثره على اي انشطه يوميه. ايضا هتهدأ الرياح تماما على كافه الانحاء، الملاحه البحريه هتعود لطبيعتها، الشبوره المائيه هي هتعلن حاله الاستقرار خلال الايام اللي جايه. ان شاء الله بعد ال 48 ساعه هتنعدم تماما طرق سقوط الامطار لمده 48 ساعه اخرى ان شاء الله ودرجات الحراره هتكون حول المعدلات الطبيعيه. تمام. دكتور في اي نصيحه اختم بيها الاتصال الهاتفي مع حضرتك؟ طبعا مهم جدا الفتره اللي جايه متابعه النشرات الجويه لان احنا يا دوب داخلين خلاص على نص الخريف. النص الثاني من الخريف متوقع والمعتاد انه بيشهد تقلبات جويه ايضا حاده وعنيفه طبعا ده المعتاد يعني ممكن تكون نفس الاجواء اللي فاتت ولا اقل؟ طبعا وارد طبعا وارد يتكرر مره اخرى خصوصا في الشهور الاخيره من فصل الخريف وبدايات فصل الشتاء في شهر 12. احنا جغرافيا فصل الشتاء يبدا امتى يا فندم؟ 21 ديسمبر ان شاء الله. 21 ديسمبر احنا اللي فيه ده كله ده خريف لسه ده يعني داخلين لسه على النص الاول يعني نهايه النص الاول من الخريف لسه يعني فاضل عليه شويه. احنا فاضلنا شهر ونص تقريبا على نهايه فصل الخريف اللي هو يعتبر فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه يعني الاجواء اللي جايه ممكن تكون تشهد بعض هذه التقلبات الجويه ممكن تكون اقل عنفا ممكن تساوي هذا العنف. احنا طبعا الاجواء اللي بنشهدها عاده في شهر 12 في منخفضات مشهوره في شهر 12 عندنا في علم الارصاد بتنخفض معاه كمان درجات الحراره لاقل من كده بكتير. ساعات العظمى ما بتسجل كمان اقل من 10 درجات مئويه ورياح بتكون شديده وبارده بشكل كبير وبتحمل معاها الامطار بتحمل معاها برد وثلج وده حصل في العاشر من رمضان تحديدا شكل التلج ده كان برضو من المشاهد الجديدة علينا يعني وقت الأمطار كان من أشهر مقاطع الفيديو اللي منتشرة انه التلج يغطي الأرصفة. طيب دكتور محمود أنا بشكر حضرتك وبشكر هيئة الأرصاد دايما معانا وعندكم توقعات وعندكم تحذيرات بشكل مستمر ودوري من قبل هذه الموجة اللي حصلت واجتاحت مصر. شكرا جزيلا لوجودكم معانا وليه هذا التعاون علشان الجميع ياخد حذره من أي شيء لا قدر الله يكون غير متوقع في هذه الأجواء المتباينة زي ما أكد دلوقتي دكتور محمود. الأجواء هتفضل كده مختلفة لأن احنا في الخريف وده الفصل اللي بتحصل فيه كل التطورات المناخية اللي احنا شايفينها المختلفة والقوية واللي بنعيشها الأيام دي. الري أعلنت حالة الطوارئ بناء على التحذيرات دي. الري أعلنت حالة الطوارئ القصوى في كل المحافظات للتعامل مع الأمطار والسيول وقالت أنه تم إعلان حالة الطوارئ على الفور
وتم التنسيق مع المحافظات لاتخاذ الاجراءات اللازمه للتعامل مع فتره السيول من تكليف مسؤول من قبل كل محافظه، وتشكيل غرفه عمليات مركزيه بترتبط بالغرفه الفرعيه في المحافظات اللي مؤهله ومرشحه انه الامطار تسقط فيها بغزاره خلال الفتره اللي جايه دي. الوزاره قالت ان استراتيجيتها في التعامل مع ملف السيول بتركز على محورين. اول محور تقليل المخاطر اللي بتصاحب الظاهرة من أجواء شفناها الفترة اللي فاتت، كان ليها للأسف نتائج صعبة، نتائج تدميرية للبنية التحتية، كان ليها آثار على المنشآت، آثار سلبية طبعا وعلى القرى السياحية، كل ده تابعناه. وكان يعني في دلوقتي في هذا البيان الصادر من وزارة الري الاستعداد لهذه الأحداث، وده من خلال تنفيذ أعمال صناعية تتنوع ما بين سدود إعاقة وحوائط لتوجيه مياه السيول للمجاري المائية وللخليج، كما حدث لحماية مدينة طابة من أخطار السيول. ربنا يحفظ مصر، وإن شاء الله الفترة اللي جاية ما تبقاش يعني الأجواء فيها قوية زي الأيام القليلة اللي فاتت دي اللي عشنا فيها هذه الأجواء الصعبة، وساعات مرت علينا جميعا يعني بحذر وبترقب شديد. أخيرا توفى الفنان قاسم الدالي. قاسم الدالي ممكن يكون الاسم مش مشهور. أخيرا كأخبار عندنا بنختتم بيها ما لدينا، وفاة قاسم الدالي عن عمر يناهز 75 عاما. ممكن يبقى اسمه مش معتاد، لكن قاسم من مواليد 1 أكتوبر سنة 1944. هذا الفنان المشهور شكلا، المشهور في أدائه، المشهور في أدوار نسبت لي في السيناريوهات مع كبار النجوم زي عادل إمام، زي صلاح السعدني، زي الراحل أسامة أنور عكاشة، اللي كان دايما في السيناريو يكون لي الفنان الراحل القدير قاسم الدالي نصيب، والفنان اسماعيل عبد الحافظ المخرج الكبير الراحل ايضا. قاسم الدالي وخبر وفاته كانت الناس شايفاه انه يعني شيء مؤثر، لانه قاسم الدالي ظهر لينا طبعا على طول، يعني اللي ما خدش باله من الاسم عرف الشكل، ظهر لينا في النمر والانثى، ظهر لينا في المشبوق، رمضان فوق البركان، حاجات كتيره جدا في السينما مشهوره ولكبار النجوم، وفي الدراما كمان بنت الايام، التوأم، سامحوني ما كانش قصدي، امرأة من زمن الحب، جحا المصري، نسيم الروح، عدى النهار، يعني الاصدقاء كمان، بتصور مكلف فاروق الفيشاوي، يعني كان دائما في اعمال النجوم ليه مساحة وليه حجم وليه دور، زي فنانين كتير كبار كانت ليهم ادوار لازم ياخدوها، لان هم اللي بيعرفوا يؤدوا هذه النوعيه من ادوار ممكن تبقى مساحتها قليله لكنها محوريه جدا، وتحتاج لاداء رفيع المستوى، وتحتاج لتمثيل ولفن. وعلشان كده كان في الفنان قاسم الدالي، هو اخر اخبارنا النهارده وفاه هذا الفنان الكبير قاسم الدالي اللي حضرنا عنه هذا التقرير بنختتم به المقدمه لحلقتنا النهارده عشان نبدا في حواراتنا، وبنقول لكم مين هو قاسم الدالي وازاي بدا مشواره من زمان جدا، وانتهى طبعا هذا المشوار بابتعاد نظرا لصراع مع المرض. قاسم الدالي وهذا التقرير الله يرحمه، ويعني خالص التعازي لأسرته، فنان كبير، وبنقدم له لمسة الوفاء من خلال هذا التقرير اللي فيه نبذات سريعة جدا عن عطائه الفني. وألقاكم بعد الفاصل وأول حوار القمة الروسية الإفريقية. قاسم الدالي واحد من الفنانين المصريين القلائل الذين أتقنوا أدوار البطل الثاني أمام عدد من نجوم الفن والتمثيل في مصر، حيث شارك في عشرات الأعمال الفنية الكبيرة حتى بنى علاقة ألفة بينه وبين الجمهور. ولد قاسم الدالي عام 1939، وامتهن مهنة التمثيل التي أحبها عن ظهر قلب،
حيث شارك في العديد من الأفلام السينمائية للزعيم عادل إمام، منها مثلا رمضان فوق البركان، المشبوه، بخيت وعديلة، والنمر والأنثى. أول ما شفتها ما عرفتهاش، أصلها نطفت قوي، ما تأخذنيش عما كانت معاك. أنا قعدت أقول يا واد هي ولا مش هي، هي ولا مش هي. اتأكدت تمام قوي لما لقيتها ماسكة الواد تامر في إيدها. وما كلمتهاش ليه؟ أكلمها إزاي؟ ما هي دخلت اللقان ده مع الرجالة. لا وإيه؟ لابسة حتة ساعة في إيدها وفي ودنها. كان عدلك تستناها لغاية ما تطلع. وعلى إيه يا حيدي؟ ما انا خدت نمرة العربية. مرشيد اسملاك القاهرة 26234. الله، يعني انا لو طلبتها في النمرة دي هترد عليا؟ جرب السيد، ما تبطل الهباب اللي بتتعطاه ده يا راجل. نمرة العربية حاجة ونمرة التليفون حاجة تانية. كان للدالي ادواره التلفزيونية المميزة، خاصة في اعمال الراحلين اسامة انور عكاشة واسماعيل عبد الحافظ، حيث قدم مسلسلات سامحوني ما كانش قصدي، وامرأة من زمن الحب، وللثروة حسابات أخرى، والمصراوية، وجحا المصري، وغيرها من الأعمال، والتي كان آخرها مسلسل خيبر عام 2013. كما قدم الدالي أدوارا بارزة في مسرحيات مريض بالوهم، مين جوز مين، الدور الرابع، وعبود عبد عبود، وغيرها الكثير. وبعد صراع مع المرض دام لمدة عام، رحل عن عالمنا بالأمس قاسم الدالي عن عمر يناهز 80 عاما، تاركا تاريخا فنيا لا ينسى، وأعمالا حفرت اسمها في وجدان الجماهير. طارق أحمد، هنا العاصمة. قصد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا ورئاسته للقمة الروسية الإفريقية بسوتشي. هذه القمة التي شهدت فعاليات رئيسية تضمنت اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات ما بين روسيا ودول أفريقيا، وتضمنت أيضا توقيعات ما بين روسيا والدول الإفريقية تقدر قيمتها بنحو 12 مليار و500 مليون دولار أمريكي، والكثير من الملفات أيضا اللي تم التطرق إليها، ملف مكافحة الإرهاب وكذلك ملف سد النهضة، كانت واحدة من الملفات أيضا الهامة. نبحث في هذه النتائج مع ضيوفي وضيوف حضراتكم في الاستوديو. برحب بالأستاذ أشرف كمال رئيس المركز المصري الروسي للدراسات، أهلا بحضرتك يا فندم. وسعادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية الأسبق، أهلا بك سعادة السفير. سعادة السفير، هبدأ مع حضرتك يعني في ضوء النتائج، كيف تابعت أهمية ما توصلت إليه هذه القمة بشكل عام، وبعدين نبتدي بقى نفند ما حدث فيها؟ نعم، طبعا الحقيقة يعني المنتدى الروسي الأفريقي وضح نقطة أساسية وهمة، وهو كيف أن أفريقيا أصبحت محل نظر جميع القوى العالمية للاستفادة من خيراتها. والأهم من ذلك في تقديري أنا، كيف تستفيد أفريقيا من هذا الحدث ومن جري الدول الكبرى وراءها للاستفادة من هذه الخيارات. نريد أن تستفيد أفريقيا من هذا التكالب عليها للحصول على خياراتها، لكي تنهض وتتقدم ويحدث طفرة. طيب هذا الموقف الحقيقة الرئيس السيسي له فيه فضل وجهد كبير جدا. بدأوا من 2014 عندما التقى في ملابه عاصمة غينيا السوية في يونيو 2014، وتحدث مع رؤساء الأفارقة عن نهضة أفريقيا، وأراد أن يوصل إلى أفكار الأفارقة أن أفريقيا قادرة. دي نقطة هامة جدا في الموضوع، أن أفريقيا قادرة على أن تتقدم بعنصرين أساسيين: التنمية المستدامة والقضاء على الإرهاب، عنصرين مهمين جدا لكي تنهض أفريقيا. من هنا اللي تابع يلاحظ أن في الفترة من 2014 إلى اليوم
في منتدى صيني افريقي، في منتدى فرنسي افريقي، في منتدى ياباني افريقي، في منتدى هندي افريقي الى اخره. فياتي المنتدى الروسي في هذا الخضم من المنتديات المتعددة. ما أراده الرئيس السيسي كرئيس الاتحاد الأفريقي في هذا العام أن يجعل روسيا تساهم بقدر الإمكان في الموضوع الجديد اللي حصل في أفريقيا، هو منطقة التجارة الحرة. منطقة التجارة الحرة تحت ستخلق مجتمعات جديدة ووضع اقتصادي جديد لأفريقيا، هو يريد ان يستفيد منه في روسيا. حضرتك لسه كنت بتتكلمي عن مليارات من الدولارات ستدفعها المؤسسات الروسيه للاستثمار، لان هذا مهم جدا. ليس مطلوب مساعده ولكن مطلوب استثمار، لان الاستثمار يخلق فرص عمل ويخلق تقدم ويخلق نقل تكنولوجيا ويخلق علم جديد لدى الفارق. طيب أستاذ أشرف، هبدأ مع حضرتك بالملفات اللي تم التطرق ليها وانعكاس المباحثات الثنائية ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. عندنا ملف مكافحة الإرهاب، وعندنا أيضا ملف عودة السياحة الروسية مرة أخرى، وتنشيط التعاون ما بين مصر وروسيا وتعزيز هذا التعاون في مجالات كثيرة. نبدأ بمكافحة الإرهاب. يعني هو في البداية يعني تكريسا لما قاله سعادة السفير وتحقيقا وظهر للحق أن يعني إنجازات مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي فيها حاجتين ربما لم تكن موجودة في الاتحاد الأفريقي من قبل، هي قمة روسيا أفريقيا، وده عمل يعني نقلة نوعية في العلاقات الأفريقية الدولية، وايضا اقرار منطقه التجاره القاريه، وهي طبعا نقله نوعيه سوف تساهم في تحقيق تنميه او تنفيذ خطه التنميه للقاره الافريقيه، سواء على بشكل ثنائي مع الدول الاقليميه الدوليه او بشكل متعدد الاطراف. اما فيما يتعلق بملفات القمه الثنائيه الروسيه المصريه، بالطبع يعني هناك العديد من الملفات بين البلدين. لا نريد ان نكرر ما قلناه من قبل حول الارث التاريخي للعلاقات، اصبح العالم كله يعرف، ويعني المواطن المصري البسيط والمواطن الروسي البسيط اصبح يعلم تماما تاريخ العلاقات المصريه الروسيه. ولكن نحن اليوم في نحن على مشارف عام 2020، هناك متغيرات حدثت في وتحولات كثيره حدثت في الاقليميه والدوليه. وبالتالي العلاقات المصريه الروسيه اصبحت رهينه هذه التغيرات بما يحقق مصالح البلدين المشتركة، وبما يساهم في تحقيق التوازن والحفاظ أو يعني استعادة الأمن السلم والأمن الدوليان، اللذان هما يعني أحد مهام أو أحد واجبات روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، وأحد واجبات مصر كدولة إقليمية كبرى في الشرق الأوسط وفي القارة الإفريقية. الملف هناك ملفات عديدة تناولتها القمة، مكافحة الإرهاب، يعني التعاون العسكري بين مصر وروسيا. الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكلمة الافتتاحية البروتوكولية في القمة أشاد وأكد على أهمية التعاون العسكري، وأشار إلى أنه ينمو بشكل يحقق مصالح البلدين ويصب في مصلحة في أهداف ثنائية الأمن والتنمية فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية وفيما يتعلق بالعلاقات الروسية المتعددة الأطراف في القارة الإفريقية. أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول فيما يتعلق العلاقات الاقتصاديه، واعتبر يعني ان يعني افاق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مفتوحه بشكل يعني ربما لم تصل حتى هذه اللحظه الى مستوى المأمول فيه والى المستوى المرجو في ضوء امكانيات وضوء العلاقات الصداقه بين الرئيس بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي وضوء العلاقات او امكانيات البلدين في هذا المجال. ولكن هناك مشروعان كبيران، هو المنطقة الصناعية الروسية شرق بورسعيد
ومشروع الضبع. المنطقة الصناعية الروسية أعتقد أنه خلال كان من ضمن الوفد المصري هناك رئيس المنطقة الصناعية لقناة السويس المهندس يحيى زكريا كان موجود ضمن الوفد الرسمي وكان حاضرا في القمة الثنائية بين الرئيس بوتين والرئيس الروسي وتناولوا عدد من الموضوعات والمشاريع التي سيتم إقرارها في المنطقة الصناعية. هناك تصريح لرئيس المنطقة الصناعية أن هناك ما يقرب من 26 دولة شركة روسية عندها أبدت استعدادها للاستثمار في المنطقة الصناعية الروسية، وتم التوقيع مع بعض الشركات بالفعل في انتظار تفعيل وعمل وبدء تشغيل المنطقة الصناعية ربما في الربع الأول من عام 2020. هناك مشروع المنطقة الصناعية الروسية أيضا يعني تقام على ما يقرب من 5 كيلومتر مربع، استثمارات بكامل طاقة المنطقة الصناعية في حال اكتمالها على مدار 12 عام سوف تصل إلى 7 مليار دولار، سوف توفر ما يقرب من 35 ألف فرصة عمل للمواطنين المصريين وربما من إلى جانب الروس وإلى جانب أيضا القارة الأفريقية. هناك مشروع آخر أيضا لا يقل أهمية هو مشروع الضبع. مشروع الضبع من وجهة نظر هو ليس مجرد مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية، ولكنه مشروع لتوطين تكنولوجيا الحديثة، تكنولوجيا النووية الحديثة. تكنولوجيا النووية الحديثة طبقا لآراء الخبراء المختصين في هذا المجال تساهم في تنمية صناعية، تنمية زراعية، في هندسة الري، في كثير من المجالات، في الطب. يعني مصر تعتبر من أولى الدول التي تطرقت أو اخترقت هذا المجال بمفاعل في ستينات القرن الماضي في بمفاعل إنشاص للأبحاث. وهذا يعني توطين التكنولوجيا في مصر يسمح بتوفير فرص عمل للكوادر المصرية تتخرج من الجامعات ولكن دون عمل، لأنه لا يوجد مجالهم للتكنولوجيا النووية، لا يوجد عمل فيها. اليوم أصبح هناك مجال للعمل في التكنولوجيا النووية، أصبح هناك مشروع الضبع موجود، وبالتالي الكوادر المصرية أصبح لدى مصر كوادر يمكنها مع مرور الوقت أن تستعين بها مصر أن تنفذ ما تقوم به. هزيمتها مشروع الضبع ومشروع المنطقة الصناعية الروسية لا يخدمان فقط مصر، ولكن أيضا يساهم في توطيد العلاقات وتوسيع أفق التعاون بين روسيا والقارة الإفريقية. فاصل قصير وبعد الفاصل نستكمل حصاد هذه القمة الروسية الإفريقية. بجدد التحية بحضراتكم مرة تانية وبجدد التحية بضيوفي. حوارنا عن نتائج ومكاسب قمة روسية إفريقية عقدت برئاسة فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان انعكاس هذه القمة بتوصياتها ونتائجها على شعوب القارة الإفريقية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لأنه طبعا هذه القمة تمت بمشاركة ما يقرب من 40 دولة في إفريقيا. سعادة السفير هستكمل الحوار مع حضرتك، ويعني الاتفاق على أن هذه القمة تتم كل 3 سنوات، اتفاق زي ده، لقاء زي ده بيجمع روسيا بمصر بالدول الأفريقية، إزاي ممكن نستفيد منه كقارة إفريقية؟ القارة الأفريقية مطلوب منها، مطلوب من الدول الأفريقية الآن إنها تتعامل مع يعني مع بعضها البعض وتكون لجان من خلال الاتحاد الأفريقي ومن خلال مفوضيات الاتحاد الأفريقي لترتيب أولويات للمتطلبات الأفريقية. يعني هو هذا الاتجاه، هو الاتجاه الذي يجب أن يكون للاستفادة من النظام الروسي. معروف أن الروس في أدائهم وفي تحقيقهم لالتزاماتهم دائما لا يتصفوا بالعجلة، ليسوا متعجلين، يعني يعملوا بهدوء. فبالتالي على الأفارقة أن يبينوا للجانب الروسي ما هي المشروعات وما هي الأولويات التي عندهم لكي يستفيدوا من الحركة الروسية لمساعدتهم. بمعنى أنه الآن مطلوب بنية تحتية في البلاد الأفريقية، مطلوب إقامة مصانع معينة
للاستفادة من التكنولوجيا الروسية. ما هي بين دولة واثنين وثلاثة منتجين لمادة معينة أو لسلعة معينة، كيف يتم هذا وكيف يتم الاتفاق مع الجانب الروسي عليه؟ على الأفارقة أن يرتبوا أوراقهم جيدا ويرتبوا مشروعاتهم جيدا لكي يستفيدوا مطالبهم محددة، مطلوب طريق من بين ثلاث بلاد معينة، ما هو الطريق وما تكلفته وما هي المواد المستخدمة فيه، وهل عندهم ما هي المواد المتوفرة لديهم في هذا لصناعة هذا الطريق أو تمهيد هذا الطريق، وما هو الذي ستقدمه روسيا، هل الحديد من عندهم، هل الأسمنت من عند البلاد الأفريقية إلى آخره. كل هذه التفاصيل مهمة جدا لكي يدخل المستثمر الروسي ويقوم بالعمل. فلابد أن يرتب الأفارقة أنفسهم للمتطلبات التي تهمهم وأولويات لهذا التطور. طيب أستاذ أشرف، كنا بنتكلم عن العلاقات الثنائية ما بين مصر وروسيا وتكلمنا عن ملف مكافحة الإرهاب، ملف السياحة أخباره إيه بعد هذه المباحثات اللي جمعت ما بين الزعيمين السيسي وبوتين؟ يعني هو يعني قبل انعقاد القمة كان هناك تصريح من يعني مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية أوشوف، وقال أن ملف عودة طيران الروسي من المدن الروسية إلى المنتجعات المصرية خاصة شرم الشيخ ده مطروح على القمة، ولكن يعني انعقدت القمة وانتهى القمة الروسية المصرية وانتهت أيضا القمة الروسية الأفريقية، ولا يوجد أي خبر عما إدارة في المباحثات. ومعروف عن أوشوف إذا قال شيئا فهو يحدث، ولكن يعني التوقعات ان يعني ربما بين حين واخر سوف يعلن، لان اقتربت الامور اقتربت من نهايتها، سوف يتم الاعلان عن رفع الحظر وعوده الطيران الروسي الى المنتجعات المصريه. يعني اخر المعلومات انه كان هناك بعض الطلبات من الجانب الروسي مؤخرا وتم تسليمها لمصر، ده ظهر من خلال تصريحات رسميه لوزاره النقل الروسيه في الصحف الروسيه بشكل رسمي عن يعني بعض الاجراءات الاخيره التي مطلوبه من مصر ترتيبها. اعتقد ان هذه ربما تكون مصر في الطريق للرد عليها، وبالتالي الامر اصبحنا بين قوسين او ادنى من ان يتم الاعلان عن عوده السياحه. ولكن يعني ملف السياحه في مصر هو ملف مهم بالنسبه للاقتصاد المصري بصفه عامه طبعا، وهو عنصر مهم في معادله التنميه صحيح. المصريه يعني هل نحن كمصر يعني ده عتاب لرجال الاعمال المصريين من خلال قناتكم المفضله وخلال هذا البرنامج الذي يعكس نبض الشارع المصري ويعكس نبض الحياه في مصر، هل نحن كمصريين يعقل ان 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 بحضاراتنا وما نملكه من امكانيات سياحه علاجيه وسياحه ثقافيه وسياحه ترفيهيه وجميع انواع الامكانيات السياحه التي لا توجد في دوله مثيل اخرى في المنطقه، وان اقصى طموحنا ان يكون لدينا 14 او 15 مليون سائح سنويا؟ هذا امر غير مقبول بالمره، لابد ان يعاد النظر في صياغه ملف السياحه من جديد، برامج سياحيه جديده، لا يجب ان نعتمد على سوق واحد، اذا توقف السوق الروسي ليس معنى ذلك ان تقف الحياه في السياحه المصريه، حتى الاسواق الجديده التي اخترقناها لابد ان تكون هناك برامج تتفق وطبيعه المواطن في هذه الاسواق، لابد ان تكون هناك يعني انا اتصور ان يكون هناك برامج سياحيه من لها ميزانيه معينه، رجل الاعمال لابد ان يخترق لاستثمار القطاع السياحي داخل روسيا، حتى هذه اللحظه المتحكم في وصول السياحه الروسيه الوافده الى مصر رجال الاعمال اتراك. وفي ظل هذه الازمه اعتقد ان الامر سيصب بالسلب، لابد من رجال الاعمال ان يقتحموا هذا السوق وان تكون هناك استثمارات مصريه في قطاع السياحه حتى نضمن يعني تجاوز اي ازمات قد تحدث لهذا القطاع ونضمن استمرار تدفق السياح. هذا الجانب لابد من تنويع السياحه، انا كمصر لا يجب ان نقبل اقل من 30 مليون سائح اجنبي الى مصر سنويا. طيب سعادة السفير، اعود مره اخرى للاتفاقيات بشكل عام في هذه القمه ما بين روسيا وما بين الدول الافريقيه.
مليارات الدولارات كاتفاقيات ما بين روسيا وإفريقيا، قلنا البعض منها في المقدمة. ده معناه إيه يا فندم الأرقام اللي أشرنا ليها في بداية هذا الحوار؟ يعني اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات ما بين روسيا ودول إفريقيا، روسيا والدول الإفريقية الاتفاقيات قدرت قيمتها ما بينها وما بين بعض 12 مليار دولار و500 مليون، ده معناه إيه؟ هذا الرقم ليس معناه أنه سيتم ضخ هذا المبلغ على الفور أو على الفور أو دون ترتيب. الترتيب مطلوب، يعني إذا كان في مشروع معين مطلوب فيه 500 مليون دولار فرضا، فما هو المشروع وإمكانياته ودراسة الجدوى التي حوله وإلى آخره. يعني يقدر المشروع يسمى إذا تم تسميته ويتم وضع رقم له، ولكن دراسات الجدوى وطرق التنفيذ ومدة التنفيذ وإمكانيات التنفيذ ومساهمة الدولة الأفريقية فيه ومساهمة روسيا فيه لم تتحدد بعد. فبالتالي هذا رقم مأمول، هذا رقم لدى المستثمرين الروس نية لهم يبذلوه بالنسبة إنما لكي يتم لكي نرى على أرض الواقع يحتاج لمجهود أفريقي، يعني بيعربوا عن نواياهم الحسنة من خلال هذا الرقم طبعا، لأن وعن إيمانهم وثقتهم في أنه الاستثمار على هذه أهم جدا، أنه النهاردة عايز يستثمر وده أنا وأنا كأفريقي عايز اللي يجي عندي يستثمر. فإذا تراقت الإرادتين شيء جميل، يبقى أن أنا الافريقي اللي انا عايز الاستثمار يتم عندي لابد ان يتم بشكل ممكن ترتيبه جماعيا كما ذكرت مشروعات مكتمله لكي يتم اقامه مصنع معين، اقامه طريق معين، مطار معين، وسائل نقل بحري ومسائل نقل جوي ومسائل ووسائل نقل بري الكل محتاج ليها. القطارات تعاني في افريقيا، قطارات سكه حديد تعاني، مطلوب قطارات وخاصة الجرارات القطارات مطلوبة في أفريقيا كلها، مطلوب نقل بحري، خطوط ليست موجودة، ما هي مساهمة روسيا في هذا إلى آخر. فكله لابد أن الأفريقيا يجتهدوا ويقدموا مشروعاتهم مدروسة حتى يعني يتم العمل عليها لانها هتاخد سنوات هي طبعًا. اكيد طبعًا. مشروعات كبيره وضخمه وايضا بتمويل ودعم مادي كبير طبعًا. شكرا لحضرتك سعاده السفير ابراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجيه للشؤون الافريقيه الاسبق، شكرا ليك سعاده السفير، شكرا استاذ اشرف كمال رئيس المركز المصري الروسي للدراسات، شكرا لحضراتكم. كانت دي قراءه في حصاد زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا ورئاسته للقمه الروسيه الافريقيه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة سوتشي. بعد الفاصل أردوغان وجرائم ضد الإنسانية ترتكب في الشمال السوري، ترتكب في أيضا المجتمع التركي، وأردوغان كيف يتجاوز المواثيق والقوانين الدولية دون النظر لأي اعتبارات للإنسانية أو حتى لكيان تركيا والمجتمع التركي. ابقوا معنا. ورقة وقلم بس يعني. تدهور الأوضاع سياسيا واقتصاديا في تركيا كان سببا لتراجع رصيد رجب طيب أردوغان في المجتمع التركي. تدهور الأوضاع كذلك على مستوى الرجال السياسيين والاقتصاديين وخاصة أيضا المنتمين لحزب أردوغان المعاونين له، وأعني بتدهور الأوضاع هو التعامل والثقة في أردوغان كان أيضا من الأسباب الكبيرة والهامة في عمل أردوغان للكثير من الانتهاكات في مجتمعه التركي، من اعتقالات، من قمع لوسائل إعلام، من تجاوزات لقوانين كثيرة تخطاها، من تهديدات أيضا تجاوزت كذلك الحدود التركية، وكانت هناك جرائم ضد الإنسانية
الإنسانية وضد البشرية من قبل إردوغان، بنتابعها طبعا في الآونة الأخيرة في الشمال السوري. برحب بضيفي وضيفكم اللي هنتابع معاه هذه الأحداث عن قرب وبشكل أكثر دقة، الأستاذ كرم سعيد خبير الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات. أهلا بحضرتك أستاذ كرم. أستاذ كرم، يعني هبدأ مع حضرتك ببعض المعلومات اللي يعني تفسرها لنا من حيث أسبابها ومن حيث أيضا صحتها، وحضرتك كنت بتطلب ورقة وقلم لرصد الأرقام دي، أنا هقولها لحضرتك. المعلومات بتقول ما يزيد عن 75 ألف من المعتقلين سياسيا في تركيا ما بين مدنيين وعسكريين، وده طبعا بيبرر توسع كبير بيقوم به النظام الحاكم في تركيا في إنشاء عشرات سجون جديدة في الآونة الأخيرة كما ورد إلينا. يعني إزاي حضرتك شايف الأحداث دي والأرقام دي؟ شوفي، هي الأزمة اللي موجودة حاليا في تركيا هي مش أزمة وليدة اللحظة، هي أزمة ممتدة بدأت سنة 2013 مع كشف النقاب عن قضايا فساد تورط فيها عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية، ثم تصاعدت هذه الأزمة بالدخول في مرحلة تكسير عظم ما بين حزب العدالة والتنمية وشريكه الأساسي والذي كان يمثل الرصيد الانتخابي والقاعدة الأساسية في كل استحقاق انتخابي وجماعة خدمة. حصل انفصال كبير ما بين الطرفين، هذا الانقسام ترسخ في العام 2016 مع الانقلاب الفاشل اللي حصل في صيف 2016 واتهام جماعة خدمة بشكل مباشر بتدبير هذا الانقلاب. الحقيقة ان الانقلاب ده كان ذريعة لتصفية الخصوم، ليس الخصوم في صف المعارضة وليس الخصوم في صف جماعة فتح الله جولن، وإنما حتى الخصوم داخل حزب العدالة والتنمية نفسه. المهم أن الأحداث دي كلها بتكشف عن تطور سلبي لأداء الحزب منذ وصوله للسلطة في 2002. يعني الرئيس أردوغان نفسه لما وصل للسلطة في 2002 كان ليه خطاب شهير جدا في 2004 قدام البرلمان، وقال أنه لم يعد أردوغان القديم بل أنه تطور وأصبح أكثر فهم لطبيعة المجتمع التركي، لكن حدث العكس بعدما تمكن من السيطرة على كامل مقاليد الدولة وامساكه بمفاصل الدولة حتى أصغر شأن فيها. التحول بدأ يظهر بشكل كبير ومكثف من 2016، تصاعد حملات الاعتقال، إعادة مؤسسة المؤسسة العسكرية مش بأقلامة أظافرها فقط وإنما بقطع أصابع هذه المؤسسة التي كانت تمسك بزمام الأمور. كان في المادة 35 في الدستور التركي بتقول إن الجيش هو الضامن لحماية العلمانية في تركيا، هذه المادة تم تعديلها وأصبح دور الجيش قاصر على حماية الحدود فقط. بدأ يطرح تعديلات دستورية، بدأ بحجة الانتماء بحجة التصالح مع أوروبا واللحاق بعضوية الاتحاد، بدأت التعديلات في 2010، لكن أتصور أن كانت أهم هذه التعديلات كانت في 2017 مع تحول البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي ليتم إقصاء رئيس الوزراء وتهميش دور البرلمان وتصبح السلطة في يد فرد واحد هو الرئيس. هذه التعديلات لم تقتصر فقط على السلطة التنفيذية بتهميش دور البرلمان، إنما حدث تحولات كمان في السلطة القضائية وفي غيرها من مؤسسات الدولة. طبعا ده أدى إلى تراجع الصورة الذهنية لتركيا ليس في الخارج بس، حصل اشتباك مع الاتحاد الأوروبي. تقرير المفوضية الأوروبية اللي صدر مؤخرا في مايو الماضي تحدث عن سلبيات كثيرة داخل النظام، سواء متعلقة بالتردي الاقتصادي وفشل الإجراءات في محاصرة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ عامين، وإنما على صعيد حقوق الإنسان والاعتقالات الاستثنائية، إضافة إلى التهديد بعودة قانون خاص عقوبة الإعدام. طبعا في 2016 تم اتخاذ ذريعة الانقلاب لتصفية كل الخصوم، يعني وفقا لتقديرات دولية وتقديرات أممية عدد المعتقلين بيقترب من 100 ألف. الأهم أن هذه الاعتقالات لم تقتصر على المنتمين لجماعة فتح الله جولن فقط، وإنما امتدت إلى عدد كبير طبعا من العسكريين. في فعلا أكثر من 130 ألف موظف يعني اترفدوا تعسفيا من وظائفهم الحكومية. صحيح. الرقم ده صحيح. بعضهم حتى رفع رقم كبير يعني. طبعا بعضهم
حتى رفع قواضي قدام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باعتبار أن تركيا منتمية إلى هذه المحكمة، وصدرت آلاف الأحكام ولكن لم يتم الرضوخ ليها. بالعكس تصاعدت وتيرة الاعتقالات في الأهم أنها في صفوف العسكريين، في صفوف المؤسسات الأمنية، في صفوف القضاء. تم تصفية أكثر من 3000 قاضي على مدار الأعوام الثلاثة الماضية. تم الإطاحة بعدد كبير من العسكريين خاصة في أوساط العلمانيين أو الأقرب إلى التيار العلماني. تم استخدام وزير دفاع أكثر ولاء للرئيس هو خلوصي أكار. المهم ان الازمه هنا ما انعكستش بس على حاله التوتر ما بين المعارضه وما بين الرئيس، حتى داخل حزب العداله والتنميه نفسه، وده ظهر في الانشقاقات الاخيره في يوليو الماضي. تم استقال علي بابا جان وزير الاقتصاد السابق، في بعديها في سبتمبر استقال احمد داوود اوغلو رئيس الوزراء السابق. والحقيقه ان استقاله احمد داوود اوغلو كانت هي نهايه طبعا لا هي وفي الحقيقه ان كان في خلاف ما بينهم من 2016. هو احمد داوود اوغلو لما كان رئيس وزراء قال ان تعديل الدستور والتحول من نظام برلماني الى نظام رئاسي هو بيمثل اولويه، لكن قال اذا عجزنا عن تمرير هذا التعديل في البرلمان فلا داعي ليه، يعني ما فيش حاجه ليه على الاقل في الوقت الراهن. وده يمكن كان السبب المباشر والحقيقي وراء اقالته من رئيس من موقع رئاسه الوزراء والاتيان ببين علي يلدرم، وهو اقرب الى موظف التكنوقراط واكثر ولاء للرئيس. الحقيقه ان الخلاف ما بين اردوغان وما بين احمد داوود اوغلو هو خلاف قديم لا يقتصر فقط على ما حدث في سبتمبر واغسطس الماضي، وانما هو مرتبط بخلاف في وجهات النظر وخلاف في إدارة الداخل التركي والعلاقة مع الخارج. يعني أحمد داوود أوغلو معروف أنه كسينجر تركيا، واحد من الذين أسسوا نظرية تصفير المشاكل مع دول الجوار، وبالفعل استطاع أن يحقق اختراق شديد في العلاقات التركية العربية، في العلاقات التركية الأوروبية، حتى العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم لم تعد نظرية صفر المشاكل موجودة، هناك إشكاليات ومشاكل بالجملة لا تقتصر على الاتحاد الأوروبي ولا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما هناك خلاف متصاعد مع عدد كبير من الدول العربية ودول الخليج. طيب دلوقتي في جرائم لا تسقط أبدا مع مرور الوقت أو مع مرور الزمن زي اللي بيحصل في شمال سوريا، ويعني استهداف الأكراد بالقمع والقتل والإبادة، صحيح بيدخل في مصاف جرائم الحرب، وده توصيف ذكرناه في أخبارنا من قبل القارئين للأحداث في سوريا، ومطالبات بمحاسبة أردوغان لأنه ده تجاوز للقوانين. حضرتك شايف فين أردوغان من المحاكمة على ما يفعله بحق شعوب أخرى؟ خليني بس اقول لك في البدايه ان التوغل التركي في شمال سوريا اللي بدا في 9 اكتوبر وتم تعليقه في 17 اكتوبر بموجب الاتفاق ما بين الرئيس اردوغان وما بين نائب الرئيس الامريكي مايك بينس ووزير الخارجيه الامريكي، ده له اهداف في الحقيقه غير الاهداف المعلنه خالص. يعني كانت الفكره الاهداف المعلنه اقامه منطقه امنه بعمق 32 كيلو متر وبطول شريط حدودي على الحدود التركيه السوريه بحوالي 400 كيلو متر، طبعا هي طول الحدود اكثر من 900 كيلو. الهدف من الموضوع هو توطين اللاجئين، هو الراجل عنده 3.5 مليون لاجئ جوه الاراضي، ورقه اللاجئين دي خلاص ما عادش لها جدوى، يعني في وقت من الاوقات كان بيساوم بيها الاتحاد الاوروبي عشان يقدر ياخد معوناته، فعلا وقع اتفاق معاهم في مارس 2016 وبموجب الاتفاق ده خد حوالي 6 مليار يورو. طبعا الورقه دي ما عادتش مجديه، بل بالعكس بقت عبء على النظام نفسه. طبعا بالنظر للجرائم الاجتماعيه والخلاف ما بين المواطنين الاتراك واللاجئين، بالاضافه طبعا ان الازمه الاقتصاديه اللي بتشهدها تركيا دلوقتي موضوع اللاجئين ده زودها ازاي؟ اللاجئ ده بيشتغل في اقل الاعمال وباسعار زهيده، وبالتالي بدا ياخد فرص من الاتراك نفسهم، وده عمل ازمه جديده جدا في الدخل التركي اتضحت بشكل كبير في انتخابات اسطنبول اللي حصلت في 31 مارس الماضي، وتحديدا في جوله الاعاده لما فاز اكرم امام اوغلو على مرشح العداله والتنميه بن علي يلدرم برغم تسخير كل مؤسسات الدوله لمصلحه بن علي يلدرم. ورقه اللاجئين كانت احد الاوراق المهمه اللي استندت اليها المعارضه في الترويج لاكرم امام اوغلو، وبالتالي فكرة إقامة منطقة أمنة عشان يودي اللاجئين السوريين. الأمر الثاني مرتبط بضرب الحواضن الكردية في مناطق الجوار باعتبار أن الأكراد قدروا أن هم يحققوا مكاسب كتيرة في المنطقة، عندهم حكم ذاتي في سوريا، وبعدين هو عنده الأكراد في شمال العراق، وده خوف شديد وبيمثل هاجس للأمن القومي التركي أن الأكراد اللي موجودين في تركيا، وده الشريك الأكبر جوه حوالي 20 مليون كردي موجودين في جنوب شرق تركيا، فالخوف أن عدوى الانفصال أو عدوى
اقامه حكم ذاتي تنتقل هناك. لكن هو فكره القضاء على ممر ارهابي في سوريا للاكراد والبتاع هو ده طبعا دي اجزاء من الاهداف، لكن اتصور ان الهدف الرئيسي هو تعزيز النفوذ العسكري والاستراتيجي التركي في الشمال السوري. يعني سوريا دلوقتي كل واحد مع حته كويس، وبالتالي من المهم يعني الايرانيين موجودين، الروس موجودين، الامريكان برغم ان هم انسحبوا لكن ترامب امبارح قال لا ان مش انسحاب جزء، مش انسحاب كلي، في جزء من القوات الامريكيه صحيح. هيفضل موجود جوه عشان حمايه ابار. هي الدخول التركي بدا بعد اعلانه ترامب لانسحاب اللي ما انسحبتش. لا هو الدخول التركي بسوريا بدا قبل كده، بدا في 2016 لما عمل عمليه درع الفرات وخد جرابلس وتل رفعت وغيرها من المنقول، بعدين اتكرر الكلام على الاخير اللي هي الصين، وبعدين اتكرر تاني في يناير 2018 وقدر انه ياخد منطقه افرين. يعني وزير الدفاع التركي كان له تصريح مهم قوي بيتكلم فيه، خاصه بعد ما خدوا افرين في 2018، اولا تم شق طريق بري يربط ما بين افرين والحدود التركيه. افرين دي كمان ارتكبت فيها جرائم كثيره. هو اللي بيحصل في افرين اهم من فكره الانتهاكات، اللي هو فكره التغيير الديموغرافي اللي بيحصل جوه، يعني احلال العنصر العربي صحيح. على حساب العنصر الكردي، وبالتالي هو بيطهر كل المناطق الحدوديه اللي عنده اللي ما بينه وما بين سوريا من الاكراد عشان يخلي العنصر العربي هو الطاغي، وبالتالي يضمن ابعاد نفوذ الاكراد خالص عن الحدود السوريه التركيه. وده اللي قدر يعمله في الثلاث عمليات، في اغسطس 2016 وبعدين يناير 2018 وبعدين التوغل الاخير، هو قدر ياخد شريط حدودي بطول 120 كيلومتر، والاكراد المفروض وفقا للاتفاق مع الولايات المتحده الامريكيه في خلال 150 ساعه يكون انسحبوا بعمق 30 كيلو متر، وبالتالي هو قدر يحقق مكاسب جزئيه من العمليه دي. لكن هو السؤال، هل هو يقدر يدير منطقه امن بشكل منفرد؟ هل يقدر يمشي المنطقه هناك او المناطق الحدوديه مع سوريا بمفرده؟ طبعا ده استحاله او صعب، والدليل على كده الاتفاق اللي حصل مع الامريكان لما تم تعليق العمليه في اكتوبر في 17 اكتوبر الجاري، وبعدين اللي حصل بعد لقائه بالرئيس بوتين في سوتشي قبل يومين او ثلاثه. روسيا هي من تدير الامر في سوريا. لا وهو يعني الخلافات زادت والامور اصبحت اكثر تعقيدا بسبب ما فعله اردوغان حين توغل في سوريا وانتهك حرمه حياه المدنيين بهذا الشكل وضحايا ونزيف دماء الى اخره. طبعا طبعا المساله دي مع حضراتكم اولا باول الى ان حدثت الهدنه اللي ايضا تم اختراقها وكانت بواسطه امريكيه، وكانت الخلافات ما بينه وما بين الاتحاد الاوروبي حلفائه ما بين حلف شمال الاطلسي، وهو امر انعكس سلبا على الاستثمارات والتجاره المتبادله اللي بينعكس برضو على الحاله صحيح. الاقتصاديه اللي تردد في الداخل التركي وتراجع الليره التركيه بهذا هو الشكل. الاتحاد الاوروبي كان له موقف واضح في موضوع التوغل ده، لانه في عقده اللاجئين دايما. بالظبط بالظبط، لان هو عنده خوف شديد من ان تكرر ماساه اللاجئين. يعني التقديرات اللي طلعتها الامم المتحده الاسبوع اللي فات بعد حتى تجميد العمليه او تعليق عمليه نبا السلام، بيتكلموا عن حوالي 200 ل 300 الف تركوا ديارهم، وبالتالي ده هيروحوا فين؟ هم يا قدامهم العراق يا اما يدخلوا الحدود التركيه، وبالتالي تحصل نفس الازمه اللاجئين تاني. الامر الثاني ان الانسحاب الامريكي ادى لتعقيد الموقف الاوروبي في الداخل السوري، يعني احنا عندنا قوات بريطانيه، قوات فرنسيه موجوده، مشكله القوات دي يعني روسيا لما عطلت اصدار بيان في مجلس الامن بيدين عمليه نبع السلام، كان الهدف ان هو يربط التوغل التركي باعتباره توغل غير شرعي بالقوات الفرنسيه والبريطانيه اللي موجوده على الاراضي السوريه وباعتبارها قوات غير شرعيه، وبالتالي ما عندوش مشكله ان هو يطلع بيان يدين العمليه، بس بشرط انك انت تعتبر القوات البريطانيه والفرنسيه قوات غير شرعيه، وبالتالي ده هياثر على الوجود العسكري الاوروبي في الداخل السوري، وبالتالي هيقلص نفوذه جوه سوريا. مشكلة بريطانيا ومشكلة فرنسا القوات بتاعتهم الموجودة ان هم بيعتمدوا بشكل كامل وعلى الخدمات اللوجستية اللي كان بيقدمها الامريكان، باعتبار ان الامريكان لهم وجود دايم ولهم وموجودين في العراق وموجودين في منطقة الخليج، فبالتالي بيقدروا يقدموا دعم لوجستي. طبعا الاوروبيين خدوا موقف واضح بتعليق صادرات السلاح لتركيا. الامر الثاني التهديد بفرض عقوبات، وكان قبلها في عقوبات تم فرضها في يوليو الماضي على خلفيه عمليات التنقيب اللي جرت في شرق المتوسط. شكرا استاذ كرم سعيد خبير الشؤون التركيه في مركز الاهرام. شكرا جزيلا على التوضيح، وبشكر حضراتكم على كرم المتابعه، وتصبحوا على الف خير.